مرتدة اتحادية في هذه الأثرة. عبد الرزاق حمد الله يحاول التبرير روما داخل منطقة الجزاء بكرة روما. من لهذه الليالي غير روما؟ رومارينيو يغني يضرب إذان حال الاتحاديين لأنه في المواعيد الكبرى. يصل رومارينيو للفوز بلقب هذا الموسم. سعود عبد الحميد على جهة يمين بكرة عرضية خطيرة لمترو خيالي. هاي كرة أي ضربة طائرة. الله يا ولد من أين لك بهذه النظرة بهذه الضربة بهذه الضربة خطيرة داخل منطقة عبد الرزاق لبا مسعود والكرة البنزيمة يا ولد جميلة يا عمي بنزيمة يا عيني نمسة. أي هدف هدف الاتحاد الجميل يا كريم يا كريم يا كريم هدف ولا رو. يتدخل سافيج يحاول إبعاد الخطر بعد ذلك خاطئ كرة يا إلهي ثالث يا حميد عبد الرزاق شباك الثالث الاتحاد. الله الله حمد سافيج ليلة ولا أروع حاديم في شوط ولا أروع للاتحادين. ساندري تغطية وتدخل تصل نحو ميشيل هذه خطيرة. ميشيل داخل منطقة ميشيل يلعب كرة عرضية براه لفتة ميتروف وشتوفيتش يسجل هدف. ميتروفيتش مرة ثانية وبعد ذلك في الشباك يصل مترو لمرمى الاتحاد لثالث أهدافه. فميشيل وفرصة وكرة يا إلهي عاد الهلال من بعيد ركلة جزائية هلال لصنع الهدف الأول وتسبب في ركلة الجزاء. هذا هو ميتروفيتش وأمام مارسيلو غروي مترو غروي مترو يطلقها بكل القوة بكل الشخصية بكل ميتروفيتش. يا لها من مباراة يا لها له من صخب يا لها. والموازين في هذه القمة بعد دخوله القصير ميتروفيتش روبن نيفيز سعود عبد الحميد طويلة خطيرة هلالية فرصة كرة ريمونتادا هلالية يا الله هذا هلالية يا إلهي كرة في الشباك. من قال أنه استسلم؟ هذا الزعيم لا يسقط بسهولة. أضاع الاتحاديين الأهداف الفرصة بعدين ويقلب النتيجة ويقلب الأجواء ويصرخ العجوز سالم الدوسري 3-1 انتهى الشوط الأول اتحادي 100% شوط ثاني